تأتي هذه اللجنة الإدارية الاتحاد الجهوي النقابات بالدار البيضاء الكبرى في سياق الحوار انطلاق أشغال الحوار الاجتماعي الذي يعرف تحديات كبيرة وخاصة بقطاع الوظيفة العمومية، لأن احنا كاتحاد جهوي الموظفين نركز على القطاع باعتبار أن الوظيفة العمومية هي عصب يعني الاقتصاد الوطني سواء على المستوى الاجتماعي أو كذا، وبالتالي تأتي كذلك في سياق تحضير الاحتفال بفاتح ماي خاصة بعد النتائج المشرفة اللي حققتها الاتحاد المغربي للشغل سواء على المستوى القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث تبوء أن المرتبة الأولى، وذلك بفضل نضالية الاتحاد المغربي للشغل كأول نقابة في تاريخ المغرب، كنقابة ذات منهج نضالي أصيل تدافع عن حقوق الشغيلة المغربية بصفة عامة والشعب المغربي بصفة خاصة. وشكرا.